خط القناة فيه الرجال مشهورة لعيبة عالهم اللي بدعوا الكورة خط القناة فيه الرجال مشهورة لعيبة عالهم اللي بدعوا الكورة تسقيفة وابدع تسقيفة لشباب الكورة الحريفة لشباب الكورة الحريفة تسقيفة واجدة تسقيفة لشباب الكورة الحريفة تسقيفة واجدة تسقيفة في بورسعيد شفنا العجب من المصري لعيبة في الملعب رجالة بتجري في بورسعيد شفنا العجب من المصري لعيبة في الملعب رجالة بتجري المصري أبطال وبتلعب الكورة فن وهندسة صلاح سليم جوه الملعب في اللعب صاحب مدرسة المصري أبطال وبتلعب الكورة فن وهندسة صلاح سليم جوه الملعب في اللعب صاحب مدرسة على المصري مفيش منه وسعاد كمان معروف وسعاد كمان معروفين على المصر مفيش منه وسعاد كمان معروفين بيلعبوا فنان وباصي أما التفاه نسأل عنه صلاح سليم أهو أهو السنجة أهو 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 عبود الخضري أهو أهو أفر وفوزي لشباب الكورة الحريفة تسقيفة واجدة تسقيفة 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 بيلعب له لعب اخر سلطنة كفاية بس ابو جريشة يلعب بفن وحرفنة الاسماعيلي ده بيلعب له لعب اخر سلطنة كفاية بس ابو جريشة يلعب بفن وحرفنة وابو امين حلو فنه اه من الهجوم اللي شنه اشرف صابر اهو اهو مكاوى اهو اهو اسامة اهو اهو ابو جريش اهو اهو هندي اهو اهو ابراهيم خليفة اهو حازم والسمري اهو منصور حافظ
شباب لعيبة والناس يعملوا له حساب وادي السويس كله رجال وشباب لعيبة والناس يعملوا له حساب نادي السويس لما بيلعب جمهوره دايما ينتظر فريقه طبعا في الملعب وفنه لازم ينتصر نادي السويس لما بيلعب جمهوره دايما ينتظر فريقه طبعا في الملعب وفنه لازم ينتصر مصطفى جلاب حلو ولعبه كلنا كلنا بنحبه جنبه ميمي الطناب